وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضا، يفعل الإنسان ما به التشبه ويقول أنا ما نويت، أنا لم أنوي التشبه، فيقال إن الشبه صورة ظاهرة متى وجدت حصل التشبه سواء بنية أو بغير نية، فمتى ظهر أن هذا تشبه ويشبه الكافرات أو يشبه الفاجرات أو العاهرات أو يشبه الرجال من المرأة أو المرأة من الرجل، متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير قصد، لكن إن كان بقصد فهو أشد، وإن كان بغير قصد قلنا له يجب عليك أن تغير ما تشبهت به حتى تتحول إلى الابتعاد عن التشبه.